إذا مستمعينا اليوم في دوازتين عاود نقترح عليكم الغريبة بالكوك والسميدة الرقيقة ديال المستمعة عتيقة حسني من ثلاثة ديب النور. غادي نحتاجوا في المقادير باش نحضروا الغريبة، غادي نحتاجوا الكيلو ديال السميدة الرقيقة، أربعة الكيسان ديال السنيدة نعبروا بكاس العنبة، نص كيلو ديال الكوك، جوج المعالق ديال الجليكوز، كاس ديال الزيت، كاس ديال الزبدة مذوبة، ثلاثة الخمارات ديال الحلوة، كيس واحد من الفاني، وغادي نحتاجو البيض اللي غادي يكفانا باش نجمعو هاد الخليط ديال الغريبة. عندنا ميزاننا غادي نعاود باش نحضرو، قلنا غريبة بالسميدة الرقيقة والكوك، غادي نحتاجو في المقادير، وتبارك الله هاد الغريبة كتخرج لنا كمية اللي هي معقولة، فقلنا غادي نحتاجو في المقادير الغريبة السميدة والكوك، كيلو السميدة الرقيقة، ربعة الكيسان ديال السنيدة، نص كيلو ديال الكوك، جوج معالق كبار ديال الجليكوز، كاس ديال الزيت المائدة، زيت الرومية، كاس ديال الزبدة مذوبة، ثلاثة الخمارات ديال الحلوة، كيس واحد من الفاني، والبيض اللي غادي يكفانا باش نجمعوا الخليط. ما كاينش واحد القياس، نحط قدامنا واحد خمسة حتى ستة البيضات على حسب الحجم ديالهم الصغار ولا كبار، هما اللي غادي نبقاو نضيفوهم للخليط. ملي كنخلطوا هاد المقادير كلها كنبقاو نضيفوهم شويه بشويه، ونتسناو واحد الوقيته يعني حتى كيشرب هذاك البيض ودوك السوائل كيشربوا ديك السميده باش نشوفوا واش غادي نحتاجوا يعني نضيفوا البيض ولا لا. هادو هما المقادير، وكنعبروا بالكاس ديال العنبه. فبالنسبه للطريقه، ناخذ واحد الاناء غارق ولا واحد القصريه صغيره، ونخدموا فيها داك الكيلو ديال يعني السميده الرقيقه مع ربعه الكيسان ديال السنيده، حنا كنخلطوا، نضيفوا نص كيلو ديال الكوك يعني هاد النواشف، ونضيفوا كيس واحد من الفاني. ملي كنخلطوا مزيان وكيتخلط لينا داك كيلو ديال السميده الرقيقه مع ربعه الكيسان ديال العنبه ديال السنيده مع نص كيلو ديال الكوك مع كيس واحد من الفاني، كنخلطوا مزيان، ثم كنضيفوا جوج معالق ديال الجليكوز، كنضيفو كاس العنبه ديال الزيت الروميه، كنضيفو كذلك كاس العنبه ديال الزبده مذوبه، وكنخلطو، كنضيفو ثلاثه الخمارات ديال الحلوه، وكنخلطو مزيان. ملي كيتخلط لينا الزيت والزبده مع المقادير مع دوك النواشف السميده ومع الكوك ومع السنيده وباقي المقادير، وعاد ديك الساعه كنبداو ناخذو كل بيضه يعني نحطوها في واحد الزلافه حتى نشوفوها يعني واش مزيانه ولا لا، وعاد ديك الساعه كنبقاو نضيفوها على الخليط ويعني جوج بيضات، وحنا غاديين حتى يعني كيتجمع لينا هذاك الخليط ديال الغريبه. وعندنا ميزاننا، داكشي علاش ما كاينش يعني قياس ديال البيض محدد، ممكن يعني تسعنا تقريبا واحد خمسة ديال البيضات كبار، ممكن نقل على حسب الكميه وعلى حسب السميده واش كتشرب وشحال كتشرب. فنحاولوا اننا نضيفوا البيض شويه بشويه تدريجيا، وحنا مره واحده وحنا كنخلطوا، وناخذوا يعني وقتنا في يعني في جمع وفي خلط هاد الغريبه، ماشي نديروا مباشره هذاك البيض وصافي يعني، وممكن انها تجينا جاريه وكيصعب على اننا نبقاو ندخلوا فيها السميده الرقيقه، لانه كنمشيو في واحد القياس اللي هو مضبوط. من الافضل ملي كنخلطوا داك كيلو ديال السميده الرقيقه مع ربعه الكيسان ديال السنيده مع نص كيلو ديال الكوك، حنا كنخلطوا، كنضيفوا كيس واحد من الفاني، تنضيفوا جوج معلقات ديال الكليكوز، كنضيفوا كاس الزيت، كاس ديال الزبده مذوبه، كنضيفوا ثلاثه الخمارات ديال الحلوه، كنخدموا هادشي كلشي مزيان. ملي كيتخلط لينا مزيان وكنمعكوا هذيك السميده مع الزيت مع الزبده مذوبه مع المقادير كلها، يعني كناخذوا وقتنا وكنخلطوا، كيترمل لينا داك الخليط، وديك الساعه كنبقاو نضيفوا البيض، وقلنا تدريجيا نحطوا قدامنا أربعة خمسة ديال البيضات على حسب الحجم ديالهم الصغار ولا كبار، وكنبقاو نضيفوهم تدريجيا، نضيفو بيضة ونخلطو مزيان، ناخدو وقتنا ونبداو نخلطو حتى البيضة كتشرب ديك السميدة، ومن بعد نضيفو البيضة الثانية حتى كتجمع لينا يعني هاد الخليط، وكنحصلو على عجينة اللي هي مجموعة، يعني كيبان لينا أنه صافي داك البيض شرب السميدة وديك الزيت والزبدة، ما غاديش يحتاج أننا نضيفو بعض من السوائل بحال البيض، فكتجمع لينا العجينة وكتكون مجموعة. وديك الساعة لكم الاختيار، الا بغينا نديروها على شكل غريبه ونديروها في السكر كلاصي من نوع ممتاز، يعني كتفند مزيان في السكر كلاصي يعني بكميه اللي هي كثيره، يعني السكر كلاصي ديال التفناد ديال النوع الممتاز، وكنديروهم في لاطه الفران يعني ما فيها حتى شي اضافات، بقاو غير في هذه المقادير. ممكن اننا ناخذوا هذاك العجين ديال الغريبه ونقسمه على شكل يعني كويرات، وكل كويره كويره مثلا نحكوا عليها القشور ديال الليمون، كويره نحكوا عليها القشور ديال الحامض، كويره نضيفوا لها شويه
ديال الروح ديال الفريز، الكويره الاخرى نضيفوا ليها مثلا الروح ديال البيستاش اولا الروح ديال الكراميل اولا الشوكولات اولا ديال الليمون على حسب اللي بغينا. كاين هذاك المختير اللي كيعطي اللون والمذاق اللي كيتباع بالعبار ابتداء من 5 دراهم، يعني كنهزو منه شويه كيعطينا اللون وكيعطينا المذاق في نفس الوقت، لا سواء ديال الفريز اولا البيستاش ما كنكثروش، يعني كنديروا غير واحد شويه في كل كويره وكنبقاو نخلطوا، فكيجينا 4-5 ديال الكويرات مثلا ديال هذه العجينه ديال الغريبه، وكل وحده يعني وحده بالليمون قشور الليمون، وحده بالحامض والقشور ديال الحامض يعني بمختار يعني ملون والمنكه ديال الحامض، وحده مثلا بالفريز، وحده بالبيستاش على حسب، وكتعطينا الالوان. درنا الفريز غتعطينا احمر، تعطينا مذاق ديال الفريز، درنا الخضر غتعطينا البيستاش واللون خضر، فكنقسموا على حسب النكهات. دابا تبارك الله يعني في المحلات كيبيعوا شي ديال الحلويات، يعني كل شيء متوفر والقياس يعني كيتباع على حسب يعني بالعبار. ملي كناخذو كيجيونا لوينات مشكلين وكيجيونا مذاقات مختلفين، ومن بعد كنشكلوهم على شكل غريبه، كنفندوهم في السكر كلاصي من نوع الممتاز، كنصطفوهم في لاطه ديال الفران مفرشه في ورق السلفوريزي، يعني كندخلو الفران سخون من قبل من الفوق لتحت، يعني كنسخنوه مزيان، ومن بعد يعني كنسخنو الفران مزيان وكندخلو لاطه ديال الفران ديال الغريبه، كنشعلو عليها الفوق حتى كتشقق وكتحل مزيان، وعاد ديك الساعه كنطفيو العافيه من الفوق وكنقصو، يعني ما كنخليوش الفران اكيد ما كنخليوش مجهد، يعني كنسخنو الفران من قبل كيكون مجهد كيكون سخون، من بعد كنقصو العافيه درجه الحراره يعني متوسطه، وكنخليو الفران شاعل من الفوق حتى كتشقق لينا هاد الغريبه، من بعد كنزلوها لتحت وكنطفيو على الفران من الفوق، لانه صافي كتكون تشقات كتكون تحمرت من الفوق طابت، فغادي نتسناوها غير طيب من التحت، هي كتجي هشيشه، وملي كنخرجوها كنقدموها في طبق التقديم كتجينا مشكله، يعني تعود دائما غريبه يكون فيها داك اللون صفر. فبالنسبه للاقتراح ديال عتيقه حسني كنوجه تحيه كبيره، هو انه غادي ناخذوا غريبه ونشكلوها يعني كويرات، وكل كويره نزينوها بالمذاقات وبالنكهات اللي بغينا وكنشكلوها، فمن الطبقه ديال التقديم في البلاطو كتجينا تقريبا 8 ديال القطع ديال الغريبه باللون ديالهم خضر يعني بالبيستاش، 8 ديال القطع مثلا بالفريز اللون ديالها احمر، 8 ديال القطع يعني صفرين فيهم غير السميده وهذاك الفاني، فكنبقاو غاديين على حسب النكهات اللي بغينا، وفي هذاك البلاطو كيجي مشكل بالوان مختلفه ومذاقات مختلفه وعجينه واحده، فممكن انا نطبقوا هذا الاقتراح بسهوله وكتخرج كميه معقوله يعني بلاطو. نتمنى تجربوا هذا الاقتراح وبالصحه والراحه.